رجاء الدرباشي، عضوية إدارية عامة اتحاد المرأة الأردنية. نظرتي للمساواة أمام القانون والدستور بالتأكيد لها انعكاس على المفاهيم الاجتماعية، ولكن أيضا المفاهيم الاجتماعية مهمة وضرورية جدا، لأن هناك مساواة في القانون في بعض القوانين ولكنها لا تطبق بسبب ثقافة العيب التي تمارس بسبب قانون العرف اللي بمعنى العادات والتقاليد المجتمعية حسب كل مجتمع.